والقصة يقصها علينا الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب جامع قباء حفظه الله ووفقه، يقص القصة هذه يقول: هذا رجل كبير في السن، ما كان يا إخوان، هذا أمي من العوام لا يقرأ ولا يكتب، من العوام ما يعرف القراءة، لكن قلبه معلق بالله جل وعلا، قلبه معلق بالعمل الصالح، وكان متعود على عادة. كان هذا الرجل كبير السن كلما دخل المسجد النبوي صلى تحية المسجد، وبعدين يعمد إلى دولاب المصاحف. ماذا تريد يا شايب؟ أنت لا تعرف تقرأ ولا تكتب، ماذا تريد من المصحف؟ يأخذ مصحف يا إخوان ويقف ينظر، إذا يوجد شاب من الشباب جالس هكذا يذهب إليه ويجلس بين يديه ويقول: يا ولدي اقرأ علي من كلام الله، فإنني أحب سماع القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال عليه الصلاة والسلام: إنني أحب أن أسمعه من غيري. كان يحب صلى الله عليه وسلم سماع القرآن، وهذا الشايب يقول: يا ولدي اقرأ علي، فإنني أحب أن أسمع القرآن. تعود على هذا، وفي يوم من الأيام يا إخوان يدخل إلى المسجد النبوي ويصلي تحية المسجد ويعمد إلى دولاب المصاحف ويأخذ مصحف وينظر، وإذا شاب جالس ذهب وجلس بين يديه، قال: يا ولدي اقرأ علي من كلام الله، فإنني أحب سماع القرآن. فتح الشاب المصحف وبدأ يقرأ، وهذا الشايب يتدبر، والشاب يقرأ والشايب يتدبر: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها. والشاب يقرأ وهذا الشيخ الكبير يستمع ويتدبر. وصلوا إلى موضع سجود، أقفل الشاب المصحف وسجد سجود التلاوة، والشايب هذا سجد سجود التلاوة. قام الشاب من سجوده وفتح المصحف وجلس ينتظر الشايب، فأطال هذا الرجل في السجود. قال: لعله خشع في سجوده، أنتظره. يقول الشاب: انتظره، يا عم يا عم، ما يرد عليه. قلبه ذات اليمين ذات الشمال، وإذا بروحه قد فاضت إلى الله، مات على العمل الذي تعود عليه، مات على العمل الذي مارسه سنين، مات على الشيء الذي تعود عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: كيف عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل الخير ثم يقبضه عليه. اللهم إنا نسألك المئة الحسنة. فيا إخوان هذا مطلب عظيم، ما هي الخاتمة التي سيختم لنا بها في هذه الحياة الدنيا؟ ما هو العمل الأخير لنا في الدنيا؟ إنما الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. فسألوا الله عز وجل المئة الحسنة، وسألوا الله حسن الختام، وسألوا الله عز وجل أن تكونوا من المقبولين، وسألوا الله عز وجل وخاصة في هذه العشرة التي ستأتي الأواخر، اكثروا من الدعاء وطلب العفو والمغفرة من الله عز وجل، فهو الكريم الرحمن الذي يعطي أكثر مما تعمل أنت ويعطيك أكثر مما تتمنى أنت. فتوجهوا إلى الله بقلوبكم سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.